بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا إكتو يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له عزك بالله يا عبتاه من الضعف فقال يا فاطمة اتيني بالكساء اليماني فغطيني بعي فأتيت بالكساء اليماني فغطيت عقبي وصرت أنظر إليه إذا وجهه يتن الله كأن أعلى بدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا سعاد إذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب عوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلوا الله فما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك من اختار الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا شاف أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء الله فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم حاف ومع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وصي وخليفتي وصاحب البعير قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بطا يا رسول الله تأذن أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنت يا بضرة وقد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف في الكساء وعو معي بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعمتي لعمك لعمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلم ودون لمن عداهم وحب لمن أحبهم
إنه مني وأنا منه فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهما ذهب عن عمر الصواب وطهرهم تطهيرا. الله فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مرعية ولا كمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذي هم تحت الكسى. فقال الأمين جبريل يا رب من تحت الكسى؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. الله فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أعبد إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فعبد الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي تعالى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنيا ولا أرضا مرعيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فعلت أذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسل أهل البيت يطهركم تطهيرا. الله فقال علي يا أبي يا رسول الله أقبل لما لجلوسنا عز تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بلاك نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما صغر خبر عاد في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا معبين إلا ونزلت لحم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. صلوات فقال علي نظام الله فوزنا وفاق وشياطنا ورب القابة. فقال النبي ثانيا يا علي والذين بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبر عاز في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا معبين وفي محمل إلا فرج الله حما ولا مغموم إلا بغشب الله غمه ولا طالب حاجة إلا بغض الله حاجته. فقال علي نظام والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب القابة. صل على بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن والمحسن بحق الحسين وأنت قديم الإحسان بحق عمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين وعليهم السلام. الله صل على محمد.